هاي جايز، السلام عليكم. رجعنا لكم من جديد بفلوق جديد، معاكم حليمة الياس. صلوا على الحبيب وخل نبدأ الفلوق. وطبعا اليوم الفلوق عبارة عن سنتور سمول في اسلام اباد، راح ناخذكم بجولة الى هناك. هنا قدام. لا يا رب امشي يا اسماء. وطبعا كده ركبنا المترو. المترو هذا يودينا من راولبندي الى اسلام اباد امام بوابة سنتورس مول. وصلنا السنتورس مول، شوفوا قدام السنتورس مول. هذا هو، شوف بس قدام السنتورس، هنا سنتورس، هذا يبيعوا هنا هذه الاشياء. تبغى تبغين؟ نعم، اشتريت هذا من هنا يلي ب20 اورني شيء بس نيني ماني كاري يا انا اشتني كي انا مره حار باين علي يمي صراحه. قلت بذوق، مره متحمسه احب هذه الاشياء صدق. خلاص ما ادري ايش صار فيني يا اسماء، صدقي انت غبيه وهي بس هذا اللي صار فيكي. شوفوا اشتريت ب20 حبتين، يعني حبه ب20 وحبه الثاني يعني ب40. ذوق ايش طعمه وراح اعلمكم. يلا نبدا بسم الله. يموت والله، يموت والله طعم. تذكريني بمروه لما تقولي تاكل سوي كذا يامي. والله يامي. الله دوقي وعلميني. نزلتي لا لا. طعم صح؟ تحلفين بالله مو طعم؟ يا انه ذوقك ابو كلب يا ذوقي. مرة عجبني، هو حلو طعم. انا ما فطرت، يمكن شكلها ما عجبني. يمكن اوري بس حقي اشوف نفس العطر اللي عندي انا في الشنطة حاليا. انا عندي نفس هذا اللي عنده، شوفوا هناك هذا هو. حاليا عندهم هذا ب2500 روبية يعني. بس والله شوف عندهم. انا اشتري هذا دائما من عندهم، من بوننزا ساترانجي. هذا هو فيا. عندهم 20% تخفيضات. الميك اب هم مره يموت صراحه، انا مره احب الميك اب عندهم. يلي نيماني طبعا اشتريت نفسه خلاص، الحين بروح بسوي ابلاي على وجهي. وهذا البرنزة سترنجي، عندهم ملابس نسائية رجالية عطورات. يا اخي بالهبل عطوراتهم تجنن، صح ولا غلط اسماء؟ مرة تموت تموت. انا اغلب عطوراتي من عندهم صراحة. وبس والله دوبنا خشينا شو اسمه، اللهم صل على النبي، المول. فبس دحين حوريكم بعض الاشياء الضروريه. طبعا هذا هو المول، عندهم كل الماركات العالميه والمحليه. قابلت صاحبتي، شوفوا عندهم هذه الاشياء تجنن تحت. وبس والله دحين طالعين فوق رايحين شاي خانه. الله احب المول، مره اموت في المول في هذا الوقت.
كذا على الصبح مرة يجنن صراحة، هدوء حلو. طبعا طالعين فوق، مو اني بروح الحمامات اول شيء، بعدها راح نروح شاي خانة. شوفوا هذا كادي، هذا اسمه براند الملابس الباكستانية، مرة فخمة الملابس عندهم، مرة فخمة عندهم كل البراندات العالمية، يمديكم تيجوا تشتروا اي شيء تبغون صراحة هنا، اي شيء اي شيء حتحصلوه. فوق هذه كل يعني دور المطاعم، ما شاء الله عندهم كل انواع المطاعم، طبعا مطاعم عالمية ومطاعم محلية ايضا، يعني في مطاعم خاصة لباكستان، في مطاعم زي هارديز، ماكدونالدز، كل المطاعم موجودة. فيها هنا كلها موجودة. خلاص نمشي لهذاك وبعدين نشوف. فعندهم أكلات باكستانية، شايفين زي كذا كل شيء متوفر. هذا مطعم تشاينيز، مطعم عندهم أكل صيني يموني ولا اندونيسي؟ صيني صح؟ أيوه. رايحين هنا الأخت موني تبغى باستا، فراح نشوف نسألهم. الله جوهم رايق، يا ربي حموت، شو كيف جو رايق. طبعا طلب أسماء وصل، باقي طلبنا. احنا حنروح مطعم، هنروح اسمه انا وموني نطلب هناك. حق دي الاسماء وانا اخذته لانه عندها زايد، واحنا رايحين مطعم ثاني. لاني ما حد استلم انا اخذ مني كندا. اوريك يا خليكي تاخذين بس عصير. اخترت هذا المطعم بس عشان الفيو، والله بس عشان الفيو، لاني انا خاقه صراحه، شفته من برا ومت مت. الله اكبر لا اله الا الله. حلو والله، نعمه نعمه الله. شايفين الله، الفيو يخبل يا بنات صراحة، الفيو شيء جبار. موني ما عجبك الفيو؟ طيب خلاص حنا بنجلس هنا حنطلب هنا بس. والله جايز طلبنا المنيو. هاي موني يلا اختاري، عجبها وجهها بعد ما مدحناها. الله عليك تعجبين يا موني. هذا البرجر حق الاخت اسماء، يامي. وهنا معاها شو اسمه، اللهم صل على الحبيب، البروست. هذا ديل طبعا. هنا البرجر الثاني. طب كم كان سعره يا اسماء؟ 800. ب 800 الديل هذا، يعني برجرين وبروست وعصير شو اسمه بيبسيين. بس جالسين ننتظر الاكل، والاخت اسماء قاعده تاكل ما شاء الله عليها، والجو خيالي صراحه، الفيو جبار صراحه. انا بس جيت عشان الفيو هذا، بس عشان هذا الفيو جيت، شيء جبار صراحه. كيف حياتك؟ كيف أمورك؟ عايشة إيه؟ وحدانية يا عملي. أيوة بعد ما تخرجي مع زينب مكان؟ والله رحت لها كم مرة، هي تشيلي عشان زوجها. كيف أطلع بضايع كلها؟ حقون المطعم عرفوا ان انا
ناس نتكلم عربي فحطوا لنا اغاني عربيه. تخيلوا بس شيء حلو كيوت صح ولا غلط؟ طبعاً بذوق الباستا حق الأخت موني. الله يعافيك. هذا سندويش يامي صراحة عجبني. يامي ذوقي موني صراحة مرة عجبني الأكل. لسه مو راضي يخلص صح؟ احس نفسي قاعده اكل من زمان ومو راضي اخلص. نعم الصراحه الحمد لله الحمد لله. انا ما اغير. لا صاحبتي طلبت هذا من الموقع في انستغرام. يعني ابى اعلمكم دقيقه يا خرب بخيت ما اشوف وجهه من قدام. شوفي وي طيب صاحبتي طلبت صاحبتي طلبت اونلاين. يعني انا ليش بقول لكم انه بوصل لكم فكره انه في باكستان يمديكم تطلبوا اونلاين في مواقع في الانستغرام في الجوجل في اي مكان يمديكم تطلبون. هذه طلبت من انستغرام. صراحه مره ريحه جنان خرافي خرافي بشكل مو طبيعي صراحه. رايحين يوم والله مره يفجع والله شعور الطيحه. في مكان واحد حديه حديه. اوه شوفوا كيف يفجع لكن حلو شعور مره. وكالعاده حبايب قلبي الفلوق كان طويل عشان كذا قسمته الى حلقتين. اتمنى يعجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والدعم. طبعا الفلوق الجاي يكون عباره عن ماركات واشياء اخرى في هذا المول. تابعوا لنفسكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. في امان.